مساك الله بالخير انت حياك الله. والسيدات والساده المشاهدين والمشاهدات. حياك الله. اول حاجه يا اخوي، طبعا احنا الان نتحدث عن ازمه تمر فيها شركات الشحن، ويمر فيها المستفيدين من او العملاء اللي طالبين شركات الشحن. واعتقد انه في خلال هذه الازمه، ازمه كورونا، يعني اعتقد انه دول يعني عظمى يعني اصبحت عاجزه عن تقديم خدمات واصبحت عاجزه عن تقديم. اعتقد انه محاسبه الشركات في خلال هذه الفتره يعني تفتقر الى الانصاف. جميل. يعني يجب الشركات الشحن او اي شركات وطنيه او شركات موجوده في المملكه العربيه السعوديه، الهدف هي تقديم خدمات جميل للمساعده على رفاهيه المواطن او على تحقيق بكل تاكيد ما يحتاج المواطن. نعم لكن نعم بكل تأكيد إذا سمحت لي. نعم سيد خالد إذا سمحت لي، ولكن احنا نتكلم اليوم فقط عن شركات الشحن بعيدا عن بقية القطاعات. ولكن البعض يقرأ أنه كان هناك أزمة كورونا وبالتالي حصل ميزة إضافية لشركات الشحن، تم استثناءها، الشوارع فاضية وانتهت الأزمة، وما زالت يعني يعاني المستفيد بالنسبة مع شركات الشحن. يعني أمضت الآن تقريبا 3 شهور تقريبا وإحنا ما زلنا في نفس الأنظمة. شوف يا أخوي، الأنظمة خلال جائحة كورونا في كل العالم، أنه طبعا التقارب ممنوع، أنه المجموعات ممنوعة، الحاجات زي كذا. فأنت لما يكون عندك أعمال شحن لمدة مثلا أسابيع تتراكم، بكل تأكيد أنه حيكون عندك مشكلة. طبعا إحنا أكثر الجهات، يعني الجهات اللي تمنح التراخيص، هي دورها ليس المحاسبة سواء كانت نعم وزارات يبدو أو هيئات تمنح. نعم خلف الشمير تسمعني؟ اي نعم اسمعني. نعم تفضل اكمل. هي ليس دورها الاغلاق او المحاسبه فقط. جميل. هي دورها ان تاخذ بيد الشركات وتقدم الشركات، لانه هذه الشركات توظف اعداد كبيره جدا من المواطنين. جميل. وتقدم خدمات كثيره للمواطنين. فاعتقد انه ليس من الحكمه انه نحاسبها في ظل جائحه كورونا بهذه الطريقه، ولكن يجب، هنالك مشكلة طبعا، هنالك تقصير في أداء أعمالها. جميل. هنالك تقصير في وصول الشحنات إلى إلهها حسب الوقت الكذا، وأنا أشارك كل العملاء طبعا الألم هذا. نعم. لكن يجب أن نأخذ بيدهم، لأنه هذه شركات توظف آلاف أو مئات المواطنين تقدم. راح نصل إلى نقطة السعودة، راح نصل لنقطة السعودة بالنسبة في الشركات وكم يشكل بالنسبة السعوديين في شركات النقل. ولكن البعض يقرأ على أنه الأزمة يعني لها سنوات، الشكاوى ما زالت مستمرة وفي صعود، نتكلم عن أكثر من 72 ألف شكوى والرقم ما زال يعني في ارتفاع بعيدا عن أزمة كورونا. ما زالت هذه الشركات يعني تعاني من الفترة الماضية والمستفيد هو المتضرر النهائي. طبعا اذا حدث خلل، يعني انت الان اذا يحدث خلل عندك او تراكم لعمل معين او تراكم لواجب معين قصرت فيه، فبدون ادنى شك تحتاج الى اشهر انك تتجاوز هذه الازمه. شايف كيف؟ فانت الان عندك اعداد متراكمه او متخلفه في عمليه ايصال هذه الشحنات، هذه مشكله. يجب جميل. ان تناقش هذه المشكله، ويجب ان نعمل على حل هذه المشكله. احتكار السوق اليوم، نعم مشكلة. العقاب لا يحل المشكله، الغرامات لا تحل المشكلة، لكن يجب أنه أنت مثلا تقدم بعض الحوافز. جميل. لزيادة عدد الموظفين، لتوظيف طلبة في الجامعة. الآن مثلا ممكن يوصلوا الشحنات هذه، تعطيهم فرصة أنه يزيدوا أعداد الموظفين لفترة عمل مؤقتة مثلا لمدة شهر شهرين. جميل. فأنت عندك مشكلة، عندك تراكم، فأنت حلها ليس بالغرامات وليس بالاغلاق، لانه انت ضروري. الا ترى انه ضروري وجود العقوبه ايضا اليوم، حتى ان الشركات تلتزم ويعني انها صحيح. تصل الخدمات. ولكن النقطه مهمه اليوم، احتكار السوق فقط على 4 أو 5 شركات في ظل هذا الرقم الكبير في التجاره الالكترونيه عندنا في المملكه، وعدد الشحنات الدوليه الداخله والمحليه ايضا بالنسبه في السوق، الا ترى ايضا كذلك انه يشكل نقطه مهمه؟ هذه بالضبط، هذه الشركات ما لها دخل فيها. يعني شركات الشحن، انه في 4 شركات أو 5 شركات أو 6 شركات، هذه الهيئة المنظمة هي اللي يجب. نعم حديثنا إلى الهيئة بكل تأكيد. طبعا الهيئة يجب، يعني يجب على الهيئة وكل الوزارات عندما تجد، لأنه طبعا الاحتكار الآن يعني كل الأنظمة في العالم تحط يعني تمنع الاحتكار. جميل. والاحتكار له مساوئ، والمنافسة لها فائدة للمستهلك ولها فائدة للشركات. فإحنا لما نقول في 4 شركات أو 5 أو 6، ما ذنب هذه الشركات؟ إحنا نقول الهيئة يجب إذا كان هنالك نقص في عدد الشركات أن تزيد التراخيص، وتزيد التراخيص بشكل مدروس وشكل متناغم مع تطور هذا السوق ونمو هذا السوق اللي هي التجارة الإلكترونية.
لكن زميل. لكن انا يعني نظرا لانه في اربع شركات ابغى اضغط على هالشركات انه كان عندها فرصه انه هي كانت مسيطره على السوق، هذا حظ او نصيب شفت، لكن يجب ان نعمل. فانا اللي اقصد انه جميل، ولكن احنا نعم سيد خلف، من يمنح الترخيص يجب ان يساعد من منح الترخيص له على التقدم والتطور بكل تأكيد. يعني إذا كان السوق نعم إذا كان السوق متاح فقط لأربع وخمس شركات وما استغلت الفرصة وما أثبتت كفاءتها والشكاوى أكثر من 72,000، برأيك اليوم مع دخول شركات أجنبية ومنافسة كبرى كيف ممكن يعني حتستغل السوق؟ طبعا الشركات الأجنبية أكيد حتستغل السوق لأن عندها الخبرة الأكثر وعندها الفرصة الآن، أنه في شركات وطنية الآن تتعرض إلى 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 إضعاف، وبالتالي حتدخل هذه الشركات في سوق مناسب لها أكثر من يكون مناسب للشركات الوطنية. يجب أنه حنا الأخطاء واردة، ودائما الأخطاء نعود إلى أسباب هذه الأخطاء والتقصير، يعني خلنا ما نقول أخطاء نقول التقصير، نرجع إلى أسباب هذا التقصير. يعني التقصير في هذه الفترة خلال الخمسة الستة شهور الماضية هذه، أنا أعتقد أنه كل الناس يعني تسامحوا عن الأخطاء. نعم سيد خلف، ولكن الأزمة انتهت، يعني أزمة كورونا بدأت لثلاثة شهور أو أربعة شهور وشهدنا القطاع، ولكن الشكاوى من عام 2018 و19 والأرقام في ارتفاع وانتهت الأزمة والشركات ما وصلت الطلبات وما استغلت الأزمة. قبل الأزمة شيء وبعد الأزمة شيء. أنا لما أكون قبل الأزمة معناته أنه في تقصير في الجهة المنظمة انه ما حاسبت او ما نظمت او ما رتبت امورها. هذا اليوم يعني حتى المتاجر الالكترونيه بدات انها تشتكي حتى من يعني الشركات الشحن والتوصيل انها تسببت لها بخساره كبيره، وضعتها في مواجهه مع المستهلك النهائي، والكثير من يعني المنصات رفعت شكاوى كبيره بالنسبه على شركات التوصيل. شوف سيد العزيز، يعني احنا الان نعرف انه انت الان المتاجر الالكترونيه او اللي تعتمد الاسلوب في التجاره الالكترونيه تحتاج بشكل ماس جدا إلى وجود شركات شحن. العملاء في المملكة العربية السعودية يحتاجون بشكل ماس جدا إلى 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 شركات شحن. فأنت الآن يجب أنك أنت تساعد هذه الشركات، يجب أنك تتدخل في حل مشاكلها، تذليل الصعوبات اللي بكل تأكيد. هذا يقع على هيئة الاتصالات ووزارة التجارة. وصلت الفكرة خلف الشمري، شكرا. الاقتصادي والمهتم في شؤون المستهلك، كنت معنا الرياض.